كل سنة وحبكم طيبين. بمناسبة عيد الميلاد المجيد بنعيد طبعا على سيدنا بابا المعظم الأب بطرس الثاني، ربنا يهديه بقوته ورعايته للكنيسة. نعيد على سيدنا الحضرة بريد الأب الأرمية، نعيد على سيدنا الحضرة بريد الأب أكسيوس، نعيد على كل مشاهدي ميسان، نعيد على كل الشعب المسيحي في كل مسكونة. والميلاد المسيحي ده والمجد يعلمنا كذا حاجة. أول حاجة يعلمنا المحبة، إصحاح المحبة اللي كده، المحبة تحتمل كل شيء وتطلب كل شيء وتصبر على كل شيء، وفي الآخر قال المحبة لا تسقط أبدا. لازم يكون عندنا محبة لكل الناس، يكون عندنا زي ما ربنا أحبنا، ونقول كده نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. المسيح هو اللي ابتدى الحب، هو اللي نزل عشان يدينا، ويقول الكتاب كده ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. ربنا بيحبنا جدا، بيحب كل واحد فينا حب شخصي. والاباء شبهوا المحبه دي بالسبحه، رابط السبحه دي هو الخيط، والخيط ده لو قطع كل حبايه هتقع في الارض. عشان كده ربنا احبنا في هذا العيد. ايضا نتعلم في هذا العيد المجيد، عيد الميلاد، ان احنا يكون عندنا فرح. ربنا فرحنا بميلاده وقال كده افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا، وقال كمان فرحينا في الرب. افرح، افرح في هذا العام في بيته، افرح المسيح اتولد، افرح المسيح هو سبب فرحنا، ان ربنا هو سبب فرحنا. ربنا شبه يقول كده المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولد انسان في هذا العالم لا تعود تتذكر الشده لانها ولد انسان في هذا العالم. عشان كده في هذا العيد فرح المجوس، فرح الرعاء، فرح كل نفس بمجيء المسيح. كل الحيوانات وكل المسكونة وكل الشعب فرح، شكرا نفرح بربنا. اتعلم ايضا في هذا العيد، عيد الميلاد المجيد، السلام. نقول كده يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك ترأف علينا. حتى التسبيحة المجد لله في العالي وعلى ارض السلام، ومن ناس مصر سبعه الميلاد، وتسبيحة الميلاد هي السلام. وعشان كده ربنا بيقول اجعل يا رب في بيوتنا سلام، وقال كده عيشوا في السلام، وقال المحبة والسلام سيكون معكم. أيضا نتعلم في هذا العيد، عيد الميلاد المجيد، إن احنا يكون عندنا ارتضاء. المسيح رضى وارتضى إن هو يكون يتولد في النسوة بطر حبيب. قال له واحد فينا مولود يا إما في حورة صغيرة يا إما مولود في أي مكان صغير، لكن السيد المسيح ارتضى ورضي إن هو يكون في نسوة البقر.